أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيالا لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. علمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، ونذرت لئن أحياني الله وكنت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله: ما الحرية؟ وأجاب بصوت مهدود يشكو الأشكال الهمجية: الحرية أن تحيا عبدا لله بكلية، وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنة النبوية، لا حسب قوانين طغاة أو تشريعات أرضية. الحرية نبت ينمو بدماء حرة وزكية، يعلو بشباب وبنات ورجال عشقوا معنى الحرية. لن يرفع الكهنوت رأسا، لا لا لن يرفع الكهنوت رأسا، إن كانت بالشعب بقية، إن كانت بالشعب بقية.